السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب لآخر تحديث منخفض جوي عملاق غير مسبوق وتاريخي يضرب المغرب بأمطار الخير إن شاء الله. إن شاء الله استعدوا لهذا الطقس المبشر إن شاء الله بدخول منخفضات الجوية الأطلسية العملاقة والكبيرة، والحمد في التوقعات ما زالت ثابتة. مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهد لأول مرة أخوتي الكرام، بغيت ربي يسهلكم مساوي الدم والبلايك وتشتركوا في القناة، فقد أذكركم بعمل لايك لأنكم تنسون إخواني الكرام لكي نستمر في نشر المزيد، وشكرا لكم جزيل الشكر. ومن المحتمل إن شاء الله خلال الأيام القادمة لآخر تحديث للنموذج الأوروبي بدخول تساقطات مطرية غزيرة في المغرب، وكذلك مصحوب مع عواصف رعدية ورياح قوية، وسنقدم لكم تراكمات الأمطار وكل مدينة والمدن كذلك وكل الكميات المتوقعة إن شاء الله للأمطار بحول الله خلال توقعات الأيام المقبلة. ولله الحمد فالتوقعات ما زالت ثابتة بدخول اضطرابات جوية. بالنسبة لتوقعات مساء يوم السبت أجواء ما زالت مستقرة، لكن خلال يوم الأحد دخول عواصف رعدية وأجواء غير مستقرة، فقط مجرد بداية فالعواصف، فالمنخفض الجوي قادم بقوة إخواني الكرام، سنقدم لكم. فالمرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا دخول توقيت دخول هذا المنخفض الجوي الكبير والعملاق الذي سوف يمتد لعدة أيام والمصحوب بالعواصف وكذلك الرياح القوية. ويتوقع بإذن الله عواصف رعدية متوقعة على مناطق غوراما والراشدية وبودنيب وارفود وميدلت وميسو يوم الأحد إن شاء الله 6 من هذا الشهر شهر أكتوبر، كذلك على الزاوج شيخ وبني ملال وإملشيل وآسول وتبانت، وكذلك أزيلال وأكادير بوعشيبة ومراكش وأكيمدن وأمزميز وإمنشانوت، تساقطات مطرية رعدية وصواعق رعدية متوقعة. بعد الزوال سوف تستمر هذه التساقطات المطرية في الفترة المسائية على مناطق التالية: أمطار وعواصف رعدية حاضرة على وجدة إن شاء الله، وكذلك جرادة وتندرارة، قد تصل حتى بعرفة، وكذلك مناطق وطات الحاج وميسور سكورمتاز وإفران والماس خنيفرة، أمطار غزيرة أمطار رعدية عاصفية على مناطق إملشيل زوج شقة تصل حتى بنملة بعد الصواعق الرعدية. تكونات الرعدية غير مستقرة على آسول وكذلك قلميمة وتبانت، الظلال إن شاء الله قد تصل حتى مناطق المجاورة قلعة سراغنة وكذلك ربما مراكش تصل وبعض الأمطار الرعدية وأوكيمدن وأمزميز وإمنشانوت وقدر بوعشيبة إن شاء الله، تساقطات مطرية وزخات رعدية قوية محليا. خلال الأيام القادمة يتوقع دخول منخفض جوي أطلسي محمل بتساقطات مطرية جد عاصفية كما تشاهدون في آخر تحديث الذي صدر قبل قليل خلال إن شاء الله يوم السبت 12 أكتوبر. دخول هذا المنخفض الجوي بشكل عاصفي وغزير العديد من المناطق المملكة وسوف يستمر لعدة أيام. سنعطيكم المناطق المعنية وسنعطيكم كل مدينة والمليمترات المتوقعة فيها إن شاء الله. المرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل. بالنسبة لتوقعات فترة الصباحية من يوم السبت، يتوقع دخول هذا المنخفض الجوي محمل بالعواصف الرعدية منخفض جوي أطلسي إخواني الكرام، بعد طول انتظار عودة المنخفضات الجوية الأطلسية. والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي كالتالي: تساقطات حاضرة على مناطق سبت الفنيدق والمضيق، وكذلك طنجة وأصيلة والشرقات ومناطق تطوان والعرائش والقصر الكبير وعين البيضاء، وكذلك شفشاون وباب بر ووزان ولالة ميمونة ومشرع بالقصيري ودار القداري، وكذلك قيت منصور القنيطرة وسيدي سليمان، وتساقطات حاضرة على الخميسة، كذلك وعين عودة والرباط والصخيرات، تساقطات مطرية وذات عواصف رعدية، أمطار إن شاء الله على الرماني وبن سليمان والمحمدية والدار البيضاء، كذلك بوسكورة وبرشيد والقارة، وتساقطات مهمة على كذلك ريبقة وراس العين وسطات ولاد فرج، وكذلك البير جديد والجديدة ومناطق سيد العابد، تساقطات مطرية حاضرة على مناطق سيدي بنور، أمطار حاضرة كذلك إن شاء الله على الوليدية وآسفي وجامعة سحيم واليوسفية والشماعية، كذلك مناطق سيد الزوين، تساقطات حاضرة على مراكش أكادير بوعشيبة وقلعة سراغنة وتملالت والعطاوية وبنقرير إن شاء الله والبروج ومناطق خريبقة، كذلك راس العين، تساقطات مطرية حاضرة على مناطق إيفود إيغود، أمطار إن شاء الله حاضرة على مناطق أفركات وكيمدن أمزميز إمنشانون، وكذلك أمطار حاضرة على أكادير وتازنة ولاد تايمة ولاد برحيل، أمطار حاضرة كذلك على إتباها وبلفاع وآية تعميرة، تساقطات مطرية حاضرة لتيزنيت إن شاء الله. هذه التساقطات بداية من صبيحة يوم السبت. الفترة المسائية سوف تمتد اضطرابات الجو تصل الأقاليم جنوبية المملكة وخصوصا على طنطان، قد تصل حتى طرفايا وقلمي. الفترة بعد الزوال يوم الخميس والفترة المسائية حاضرة تساقطات مطرية على أفركات وسيدي إفني وقلمي وطنطان، كذلك تافراوت وبلفاع وأيتباها
وتارودانت وأكادير وإغرب، وكذلك مناطق تشاون وأمزميز وكيمدن ومراكش وأكادير بوعشيبة. سقطت مطرية حاضرة على مناطق الصويرة الشماعية واليوسفية وبنقرير وسيدي بوعشمان وقلعة سراغنة والعطاوية وتملالت، وكذلك مناطق فم الجمعة وأي تعتاب إن شاء الله وبني ملال والفقي بن صالح. كذلك تساقطت حاضرة على سطات وراس العين ومناطق ولاد عبو برشيد والقارة، وتساقطات مهمة كذلك على الرماني والمحمدية والدار البيضاء وبن سليمان. وأمطار الخير متواصل على الصخيرات وكذلك الخميسات ومكناس والحاجب وكذلك إفران والماس. ومناطق ما تساقطات حاضرة على مناطق فاس، تساقطات معتبرة على قرية محمد، ذلك باب برد وشفشاون ومناطق القصر الكبير وأصيلة وطنجة وسبتة والفنادق والمضيق والقنيطرة. تساقطات مطرية بداخل هذا المنخفض الجوي. إن شاء الله في الدقيقتين الأخيرتين سنعطيكم كمية الأمطار على كل مدينة بإذن الله. لليوم الأحد سيبقى هذا المنخفض الجوي متمركز في المملكة على العديد من المناطق المملكة. طنجة أمطار عاصفية ورعدية، كذلك تطوان، أصيلة والعرائش، شفشاون ووزان وللا ميمونة، سيدي علا التازي وسيدي سليمان وقرية أبو محمد والخميسات والرباط والرماني وبن سليمان والدار البيضاء، وكذلك القارة وبرشيد وسطاتشا وربقة ووادزم خنيفرة وزود الشيخ والبروج. هذه المناطق تعرف تساقطات مطرية كذلك على قلعة استرغنا وأكادير بوعشيبة وتبانت، مع احتمال ربما تساقط ثلوج ربما ضعيفة كما تشاهدون على أقصى المرتفعات الأطلس. كذلك على مناطق مرزوقة والجنوب الشرقي ستعرف تساقطات مطرية لمرزوقة وأيرفود والراشدية وتندرارة وبو عرفة وبو دنيب وكذلك غورامة والريش وآسول. هذه المناطق تعرف تساقطات كذلك على بلفاع وشمال الأقاليم الجنوبية المملكة على سيدي إفني. ويتوقع يوم الأحد استمرار هذه العواصف أو هذه الأمطار هذا المنخفض الجوي على مناطق، وسوف يستمر لعدة أيام على قلميم وطنطان إن شاء الله، وكذلك إخفنير وسيدي إفني وتيزنيت. نسأل الله الثبات لهذا المنخفض الجوي الأطلسي. كذلك تساقطات مطرية متوقعة على مناطق زاقورة ورزازات وتنغير وتباين تبني ملال والراشدية والريش وقرامة وميدلت إن شاء الله وميسور وطة الحاج، وكذلك مناطق تازة. مناطق تعرف تساقطات مطرية جد عاصفية بدخول هذا المنخفض الجوي الكبير ولله الحمد. إن شاء الله سنعطيكم كذلك تراكمات الأمطار وكمية الأمطار المتوقعة إن شاء الله. هذا المنخفض سيكون مصحوب مع رياح قوية جدا إخواني الكرام كما تشاهدون دخول هذا المنخفض الجوي الجد المهم إن شاء الله. بالنسبة لتراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة قد تصل إخواني الكرام على مناطق طنجة إن شاء الله بحول الله. بالنسبة لمدينة طنجة قد تصل تراكمات إلى 45 ملم، كذلك تطوان قد تصل إلى 20 ملم، أصيلة 30 ملم والعرائش 34 ملم، الميمونة تقدر توصل حتى 15 ملم، ووزان 15 ملم، كذلك قرية أبو محمد 10 ملم إن شاء الله، وسيدي سليمان قدرت توصل حتى 30 ملم، الرباط 16 ملم، والخميسات قدرت توصل حتى 20 ملم، الرماني 16 ملم بين 20 و 16 ملم، بين الدار البيضاء قدرت توصل حتى 16 ملم، ولكن هذا المنخفض ما زال إخواني الكرام مستمر، لذلك ربما هذه الكمية سوف تزداد تدريجيا مع استمرار الأيام كما تشاهدون. فقط هذه التوقعات لعشر أيام وتراكمات لعشر أيام تقدر تزود الأيام، لأن المنخفض ما زال إخواني الكرام كما تشوفوا ما زال متمركز قرب المملكة وداخل المملكة، ما زال مدخلش بالكامل ديالو. وكذلك مناطق الجنوب الشرقي قد تصل إلى زيد من 40 حتى 50 ملم على مرزوقة، ومناطق الصويرات كذلك قدرت توصل التراكمات الأمطار إن شاء الله كذلك إلى 20 ملم، وكذلك مراكش قدرت توصل حتى 28 ملم، وسطات كذلك 16 بين 16 و 20 ملم على المناطق الغربية، والمناطق الشمالية قدرت توصل حتى 50 ملم وأزيد من ذلك إن شاء الله في آخر تحديث الذي صدر من النموذج الأوروبي إخواني الكرام.